كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس في جنوب هولندا احتفلت النهاردة احتفال مبهج ومفرح في جو روحي جميل بهذه المناسبة الطيبة. وفي القداس رسمنا مجموعة من الشمامسة وفرحنا بيهم، وبعد القداس أقمنا احتفال في عيد الملاك ميخائيل في عيد تأسيس الكنيسة 25، كنيسة هنا في جنوب هولندا وبتخدم محافظتين كبار، محافظة البرابانت ومحافظة الليمبرغ، وهي متاخمة للحدود ما بين بلجيكا وألمانيا، وفيها تجمع كبير من الشعب، وبيخدمها أبونا القمص يوسف منصور ملاك هذه الكنيسة. ربنا يوفقه ويسنده ويقويه، وربنا يبارك في خدمة هذا المكان، مكان فيه نشاط وفيه حيوية وفي مركز ثقافي جميل يحوي مجموعة من الأنشطة والأماكن المتاحة للخدمة. كل عام وانتم بخير ونشكركم كثير. النهاردة احتفلنا بعيد الملاك ميخائيل
ببركة وحضور صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا أرساني اللي باركنا بالصلاة والقداس الإلهي، وأيضا برسامة حوالي 20 أو 21 طفل جداد اترسموا من أولاد الكنيسة بيبتدوا يحفظوا ألحان الكنيسة في درجة إبسلطس، خدوا البركة والأولاد فرحوا والأسر فرحت بأن أولادها ابتدت تخدم في الكنيسة وتعلموا من سيدنا ومن هذه البركة اللي أخدوها الانتظام في الكنيسة. وهو ده هدف هذه الاحتفالات، أن شعب الكنيسة يتعلم وينمو في النعمة. وبنشكر ربنا على هذه العطية، وبنشكر إخواتنا اللي حضروا وشاركوا، والكورال اللي ساهم بترانيم جميلة، وأولادنا الشباب اللي قاموا بمجهود كبير في هذا الاحتفال. بنشكر ربنا على نعمته وعطيته، لأن افتقاد الأب الأسقف للكنيسة دايما بيسبب فرح، لأننا في افتقاد الأب الأسقف للكنيسة بناخد بركة أبائنا الرسل، لأن أبائنا البطاركة والأسقف هم خلفاء الرسل. كل سنة وكل شعب الكنيسة بخير، وبنشكركم على محبتكم واهتمامكم. سلام. إن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. النهاردة كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس بأيندهوفن هولندا بتحتفل بعيد الملاك 12 هطور، بس احنا متأخرين شوية عشان ده الميعاد اللي سيدنا ادهولنا سيدنا أنبا أرساني، شرفنا النهاردة ورأس القداس وادانا العظة ورشم 21 بسلطس، ويوم مفرح جدا جدا جدا، وفرحانين ان احنا شفنا احبائنا من كل كنائس هولندا، من امستردام ومن اوتريخت ومن دنهاخ ومن اصن ومن زيلاند ومن كل كنائس في هولندا. وربنا يديم سيدنا لينا ويديم خادمنا الامين ابونا يوسف، يعيشوا ويفرحونا ويفرحوا معانا ونفرح معاهم. النهارده عندنا احتفال عيد الملاك ميخائيل، احنا كل انبسطنا جدا فيه، جالنا ونورنا الأنبا أرساني وانبسطنا بزيارته، وانبسطنا كمان بالترانيم الحلوة اللي عملوها ولادنا وشبابنا، كمان عملنا معرض جميل قوي قوي قوي. يوم احتفال عظيم للملاك ميخائيل، ربنا يبارك في شعبه وفي كنيسته ويحافظ على الأنبا توادروس. وكنيستنا القبطية طيبة، والنهاردة احتفلنا بعيد الملاك الجليل ميخائيل الجميل، وشفعنا شفع كنيستنا، وكان يوم جميل جدا بصلاة سيدنا واحتفال الكورال والقداس، كان جميل جدا بمباركة سيدنا. وكل سنة وانتم طيبين. في كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس في أيندهوفن في هولندا، فرحانين جدا النهارده عيد الملاك ميخائيل. والملاك ميخائيل طبعا ليه يعني وضع خاص في كنيستنا الارثوذكسيه، فرحانين بوجود نيافه الانبا ارساني عندنا النهارده.